الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نجتمع في بيت من بيوت الله لنؤدي الصلاة على الأخ الرفاعي رحمة الله عليه. وأقول لكم بكل أمانة، أنا مسرور كل السرور إن العيال المنجية اجتمعوا النهاردة في بيت من بيوت الله مشاركة منهم في توديع أخ لهم قضى حياته بين السجون والمعتقلات. ذكرني هذا بقول عثمان، بقول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، عندما قال: لقد شاهدت حوالي 99 زحفا ولا يوجد بجسدي موضع شبر الا في ضربه رمح او سيف، وها انا اموت على فراشي كما يموت البعير. تذكرت قول خالد رضي الله عنه وارضاه، وتذكرت ان العهد العود الماضيه كلها كانت تعمل لتقويض صرح الاسلام. انتم هم وبقي الاسلام وابناء الاسلام والذين جاهدوا في الله تبارك وتعالى حق جهاده. أقول لكم بفضل من الله تبارك وتعالى، أرادوا أن ينحون عن الإسلام وعملوا كل ما يستطيعون من تنكيل وتعذيب، ولكن والله تذكرت الأخ الدكتور عمر عبد الرحمن ونحن في سجن الاستقبال، وكانوا حاطينه جنب غرفة تنفيذ أحكام الإعدام، هو رايح وجاي بيت مخطر، والنهاردة أصبح الآن أسأل الله له الشفاء والعودة إلى الأوطان ليمارس جهاده بإذن الله والعمل في سبيل الله. والله 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 إن الإسلام تجمعت عليه قوى الكفر كلها، ومع هذا كان النظام السابق وما قبل من الأنظمة الآن بتعمل كانت بكل جهدها للنيل من الإسلام، تغيير مناهج التعليم، تغيير مناهج، كل شيء كان بيتغير، ولكن الروح لا يملكها إلا خالقها. أنتم بثباتكم على مبادئكم كنتم حربات في صدور أعداء الإسلام. لذلك أتمنى من الله تبارك وتعالى أن نكون على عهدنا، الله تبارك وتعالى مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الله غايتنا والقرآن دستورنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. نود أن تكون هذه الشعارات حية بيننا، ونؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي حدد الآجال وحدد الأعمار. عشان كده كل واحد منا يجب عليه أن يحتسب، أن يحتسب عند الله تبارك وتعالى السوابق التي مر
نقر بها ونعاهد الله تبارك وتعالى أن نكون على عهدنا، أن نكون على عهدنا أننا نؤمن بالله حق الإيمان. الله تبارك وتعالى مولانا، نعم المولى ونعم النصير. والله لو لم تكن آية بس، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله تبارك وتعالى يعطينا بقدر جهادنا وبقدر صبرنا وبقدر جهادنا في سبيل الله. والنهارده سمعت خبر كده، الواد أيمن الزواهري ربنا يحميه وربنا يقويه وربنا ينصره، وبقول له يا أيمن عليك الآن بسوريا بقى يا واد، سوريا في أمس الحاجة لنا النهارده يا واد. وكان النهارده بينعي أستاذه الأستاذ الرفاعي رحمة الله عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بالله تبارك وتعالى ورسوله. وبالتالي بقول برضو عاوزين نكون في كل مواقفنا رجال صامدون، والله تبارك وتعالى يحقق لنا النص، يحقق لنا النص إن شاء الله تبارك وتعالى، ونشوف مصر بإذن الله إسلامية وبالتالي تحكم بكتاب الله وبسنة رسوله، وإلا سننقذ عهدنا بمجد الشعب ومن فيه. والله تبارك وتعالى يرحم أخينا رفاعي رحمة الله وسعة، والسلام عليكم.